رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، منكمل الفصل الثامن في مادة أساليب البحث العلمي. الجزء الثاني من الفصل الثامن هنحكي فيه عن موضوع Results Interpretation، يعني ترجمة وتفسير وتعليق على النتائج. خلينا نحكي مثال عشان تتضح أهمية الموضوع اللي بنحكي فيه. لو بحث مثلا نتائج اللي حصل عليها الباحث تحكي انه 60% من العينات المية اللي الباحث حللها في الأبر الجوفية لمدينة كانت ملوثة بنسبة 60%. إذا عرض الباحث هذه النتائج وعملها في شكل أو جراف مثلا، طب إيش يعني؟ صوت إيش هي تبعات هذا الموضوع؟ هل الرقم 60 كبير ولا قليل؟ هل الباحث معني أن يبرز أنه 60 عبارة عن تركيز عالي ولا لا؟ هل 60 هذا الرقم مجرد مقارنة بالسنة اللي فاتت كانت 70 أفضل ولا أقل؟ إيش الأكشنز المفروض تتاخد للتعامل مع هذا الرقم؟ وبالتالي هنا بتكمن أهمية أنه الباحث يحاول أنه يعلق على البيانات ويتحدث عنها ويفسرها ويحللها ويربطها بنتائج الآخرين ويعلق عليها ويشوف إيش الاستدلالات اللي ممكن يعني تظهرها هذه البيانات والنتائج. لأنه بوضوح الأرقام اللي بيجيبها الباحث بعد ما حلل بياناته وعرض هذه البيانات والنتائج لا يمكن أن تتحدث عن نفسها، بل تحتاج إلى الباحث أنه يعلق عليها ويحللها ويفسر. يبقى عملية الانتربريتيشن هي عملية الباحث بيحاول من خلالها أنه يكسب أرقامه معنى ويبحث عن معنى أوسع للنتائج اللي حصل عليها في البحث اللي هو عمله أو في التجربة اللي هي عملها. العملية الانتربريتيشن هي عملية الحصول على استدلالات واضحة من البيانات اللي جمعها وقام بعملية تحليل. العملية الانتربريتيشن باختصار هي بتجيب على سؤال so what، ايش يعني نتائجي، ايش معناها. وبالتالي اخر جزئية من جزئيات البحث هي عملية الريزلت انتربريتيشن. الهدف منها هي عملية ايجاد ربط ومقارنات بين الامور المختلفة في شغلي، بالإضافة إلى ربط شغلي ومقارنته بجهود الآخرين. وهي عبارة عن أنه ممكن أنا أعرض الـ comparison أو الـ connections هذه بين المتغيرات مثلا في شكل أو في figure أو في graph، لكن ضروري جدا أتحدث عنه أكتب عنه. ولا يكفي الشكل لحاله اللي حكينا عنه في result presentation، لا ضروري أني أفسر وأحكي وألفت عناية القارئ إلى أشياء قد لا يكتشفها وأمور قد تكون غامضة عليه. الـ Result Interpretation ممكن أنه يعني نحكي فيه في موضوعين أساسيين، Two Major Aspects. النقطة الأولى أني أفسر المفاهيم والنتائج الموجودة عندي. طلع عندي بعض النتائج أحاول أعملها عملية تفسير، ليش طلعت النتائج هيك؟ إذا كان في إلها Physical Concept بدي أحكي فيه، إذا كان النتائج طلعت عندي يعني ليست متوافقة تماماً مع الكونسبتس الأساسية، ليش؟ إيش هي اللي ممكن أثرت على هذه البيانات؟ النقطة الثانية والمهمة هي ربط نتائج هذا البحث بنتائج الآخرين أو بنتائج أخرى سابقة، بحيث أنه يكون في فائدة من هذا الموضوع. طبعاً لأنه موضوع الريزلتس انتربريتيشن مش كتير موضوع سيستماتيك، ومش كتير موضوع يعني نقدر انه نضع له محددات واضحة، فهو عملية صعبة. واللي بيفرق باحث عن باحث هو عملية التعليق على البيانات والنتائج واخذ الخلاصات منها واكسابها بعض المعنى وتفسيرها ومقارنتها بشغل الاخرين. يعني ممكن نتائج تنعطى اثنين او ثلاث باحثين ويطلب من كل باحث انه يعرضها بطريقة معينة ويعلق عليها بطريقة معينة، هنا بتظهر الخبرة والمعرفة. وبالتالي عملية results interpretation محتاجة لمنطق، محتاجة لمعرفة،
محتاج الى ثيوريتيكال باك جراوند قويه عند الباحث، محتاج الى اطلاع على جهود الناس الثانيه، وهنا ايضا بتكمن اهميه الليتريتشر ريفيو، ويحتاج الى خبره وقراءه واطلاع عشان نشوف برضو الناس كيف بتعمل عمليه انتربريتيشن للشغل تبعها. وبالتالي يعني اي باحث بيكتسب هذه المعرفه من خلال الاستزاده العلميه، القراءه، الاطلاع، البراكتس، الاكسبيرينس، ويعني شيء اقرب الى الفن. طيب خلينا الان نحكي عن ايش يعني بعض الاشارات او الامور اللي الباحث ممكن ينظر اليها ويمكن من خلالها انه يعمل عمليه تفسير وتعليق على نتائج. الباحث بده يشوف ايش هي الفاكتورز اللي بتاثر على المشكله اللي هو شغال عليها. الباحث بده يشوف النتائج اللي طلعت عنده ويعلق على نتائج اذا في قيم اكستريمز مثلا او unexpected results، يحاول انه يعلق عليها، طلع بعض البيانات عندنا هيك، يحاول يفسر ليش طلعت البيانات هيك. الباحث بده يحاول يشوف اذا في اخرين يشتغلوا على عمل مشابه مثلا في منطقه جغرافيه مختلفه، يحاول انه يقارن بين شغله وشغل الناس الثانيه. يعني لما نحكي مثلا أنا بحثي مرتبط بنسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على الأخبار، يعني قديش نسبة الناس اللي بتستقي الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي بدل من الطريقة التقليدية في الأخبار. وفي بحث آخر اشتغل على نفس الموضوع في دولة أخرى ولتكن الأردن مثلا، دولة مشابهة وقريبة، طلعت عندي نتائج وطلعت عنده نتائج تانية. أنا طلع عندي مثلا أنه 70% من الناس بتستقي أخبارها من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأردن النسبة لا 40% أو 50%، وبتركز أكثر الناس على الأدوات التقليدية في الحصول على الأخبار. بتحاول أقارن بين هذا الشغل وأجد تفسير أنه ممكن يكون أحد التفسيرات أنه إحنا ظروفنا السياسية غير مستقرة، في متغيرات عالية، في عندي نسبة مستخدمي الانترنت في الأساس عالية. ممكن أربطها أيضا قديش نسبة الناس اللي عندهم جوالات ذكية وقديش بيستخدموا الجوالات الذكية في الوصول إلى الانترنت وهكذا. ممكن أقارن شغلي برضو بشغل في منطقة جغرافية مختلفة زي ما حكينا، أو بوقت زمني سابق. أنا بقارن شغلي اليوم قديش عندي نسبة الناس اللي تستخدم المواقع التواصل الاجتماعي في الحصول على الأخبار. لو كان عندي بحث قبل 3 أو 4 سنوات ممكن أقارن شغلي بالشغل الثاني. الآن ممكن تكون نتائجي بالذات في التجارب العملية في المختبر اللي بحكي فيها في كونسبت وفي ثيوريز وفي فيزيكال أسبكتس، ممكن تكون الأصل تطلع متقاربة مع بعض. لو كان في تغيرات ممكن أحلل أسباب هذه التغيرات. أضع أيضا من أهداف أو من الأمور اللي ممكن تأخذ بعين الاعتبار وتكون جايد في عملية الريزلت انتربريتيشن، اني بدي احاول اني اعطي ريزونابل اكسبلانيشن، يعني تفسير منطقي لعلاقات موجودة عندي. ايضا من الامور اللي ممكن تأخذ بعين الاعتبار اني احاول اربط بين المتغيرات. انا عندي بعض المتغيرات، ايش العلاقة بين هذه المتغيرات؟ هذه تعتبر هذه الاريا خصبة في عملية التفسير، وإني أحصل تعليقات واستدلالات معينة. الآن ممكن وأنا بشتغل وبعد ما حللت النتائج وعرضتها وبديت بدي أعمل عملية تفسير إلها، قد أفاجأ إنه بيلزمني بعض البيانات الأخرى اللي أجيبها سواء كانت سكندري داتا أو برايمري داتا عشان أكمل عملية التعليق. يعني في أثناء البحث في جزئية معينة ما كانتش خطرت بعين الاعتبار، الآن وأنا بعمل عملية تعليق وجدت آخرين اشتغلوا عليها، عشان أقارن شغلي بشغلهم لازم هذه البيانات تكون متوفرة عندي، سواء بيانات من تجربة معينة أو بيانات سكندري داتا، فممكن أيضا أرجع وأحصل على هذه البيانات if required و if possible. طبعا الآن إذا في فجوة معينة في عملية التعليق تبعي، أيضا أنا بأنصح ويكون هذا جزء من التفسير والتعليل والاستدلالات والخلاصات والنتائج تبعتي، انه اوصي بها للاخرين انه انا اشتغلت على 1 2 3 ونتائجي طلعت هيك، قد يكون السبب انه في جزئيات معينه، في عندي جاب معينه ما حد اشتغل عليها، او انا ما اشتغلتش عليها، ممكن اخرين يشتغلوا عليها ويكملوا على
شغلي، ايش الدروس المستفاده من الشيء اللي انا اشتغلت عليه، ممكن اطلع بخطه عمل اذا لاحظت في شغلي في اشكاليات اداريه معينه او علاقات مثلا في الكونستراكشن مانجمنت بين الجهات الرسميه والمقاول والاستشاري في جزئيات معينه، ممكن اطلع بتوصيات وخلاصات معينه انه الجهات ذات العلاقه الاصل انها تتبنى العقد الموحد وتلزم فيه وما يكونش عندي كودز مختلفه ويكون عندي الفاريشن بطريقه معينه اشتغل عليها، واذا حدث خلاف يكون ملزم بطريقه معينه وهكذا. اذا في برضو اريا يعني مساحات معينه من الشغل بدها تدخل، اذا في عندي مثلا طلعت نتائج المياه ملحتها عاليه جدا وتشكل خطر على المواطنين، لازم احدد ايش الخطوات او اضع اطار عام للخطوات والتدخلات المفروض انها تكون عندي. لازم ناخذ بعين الاعتبار عشان اعمل عمليه ريزلت انتربريتيشن قويه وصحيحه وذات دلاله وذات اهميه، لازم تكون عندي البيانات دقيقه، لانه بيانات غير دقيقه بقود لتحليل غير دقيق، بقود لريزلت وعرض وتفسير غير دقيق. عملية التحليل البيانات يجب أن يكون صحيح، والمقاييس الإحصائية والمقاييس المختلفة المستخدمة يجب أن تعكس طبيعة البيانات ولا تكون مضللة. أيضا عملية الجنراليزيشن تعميم النتائج لإشي أكبر ولمجتمع أكبر ولبوبوليشن أكبر بده اهتمام، لأنه هذا يعني كريتيكال إيشيو ويجب إنه اتباع الأساليب الصحيحة في عملية التحليل. في عندي confidence level وفي عندي margin of error وفي عندي يعني بعض المواضيع الإحصائية بدها انتباه في هذا الموضوع. أيضا من الأمور المهمة إنه إذا في عندي يعني ليس فقط الباحث دوره إنه يعرض الملاحظات والنتائج وإيش صار معاه، لا، إذا في أمور خفية ممكن الباحث اكتشفها خلال شغله إنه يعرضها. أيضا إذا في أشياء غير منطقية الباحث وجدها ممكن يضعها ويضع أمامها علامة استفهام ويحاول يجد لها تفسير، خاصة إذا اختلفت مع شغل الآخرين أو كانت ممكن فيزيكالي فيها مشكلة، ممكن يضطر يرجع إلى التجارب تاني أو البيانات يضطر يحللها تاني إذا وجد إنه في إشكالية معينة في أشياء تتناقض مع شغل الناس التانية، يجب إنه يظهرها ويحاول إنه يجد لها تفسير. كتير كويس إنه الباحث بيرجع لباحثين آخرين سواء لمشرفه أو لمجموعة بحثية معينة أو لمتخصصين أو خبراء أو لناس بيشتغلوا براكتيكال في الفيلد عشان يساعدوه في تفسير البيانات. يعني الآن حنستعرض باختصار بعض الأمور في استخدام اللغة، لأنه استخدام اللغة أحياناً بيعطي مدلول. يعني لو كان عندي المنحنيين الواضحين أمامنا، المنحنى الأزرق والمنحنى الأحمر، الآن لو سألنا سؤال هل المنحنيين قريبين من بعض ولا بينهم اختلاف، ممكن شخص يقول انهم لا والله قريبين من بعض، شخص اخر يقول لا بينهم اختلاف. الان ممكن الباحث يذكر انه كما هو واضح من الشكل انه المنحنيين تقريبا متمثلين، وهذا شيء صحيح. ممكن باحث اخر يقول من كما هو واضح من الشكل انه المنحنيين بوضوح في بينهم فرق. يحكي الجمله الاولى او الجمله الثانيه، هذا مرتبط باشياء كثير في شغله وبالرساله اللي حابب يظهرها. إذا المنحنيين مفروض يكونوا أكثر قرباً وفي بينهم الإيرور مفروض يكون أقل، وإحصائياً ثبت إنه بينهم إيرور وفي اختلاف بينهم، بدي أذكر الرقم الثاني. إذا أنا بعمل مثلاً الأحمر كان عبارة عن الموديل اللي أنا اشتغلت عليه، والأزرق هو عبارة عن الأكتشوال داتا، وأنا عملت عملية موديلينج للأكتشوال داتا وطلع عندي كيرف يعني مشابه، بقدر أستخدم الأول. استخدام أحد هاتين الجملتين له مدلول وله معنى. الآن برضو شيء آخر مشابه، عشان أعطي خلاصة، إنه من الشكل بقول إنه 23% يعني إنه تأثير حدث في 23% من الحالات. يعني مثلا في عندي مجموعة من الطلاب تعرضوا لمتغير معين، 23% منهم استجابوا أو تأثروا بهذا المتغير الآن وعرضتهم في شكل معين. الآن إذا 23% بالنسبة إلي رقم كبير، بحكي إنه في الصياغة باللغة الإنجليزية إنه as many as 23%. إذا 23 رقم قليل مقارنة بالآخرين اللي اشتغلوا عليه أو اللي أنا متوقعه أو الثيوري إيش بتحكي
أو 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 بحكي إنه إن أونلي 23%، لأن لما القارئ يقرأ إنه الإفكت أوكرد إن أونلي 23% أوف كيسز بيبدأ ينطبع في ذهنه إنه 23% رقم قليل، لكن 23% رقم مجرد ملوش معنى. الآن في بعض الكلمات المستخدمة للدلالة على الكميات، إذا بدي أحكي في أرقام كبيرة بستخدم مثلاً as many as significant greater than much more، الأرقام اللي بتعكس العدد القليل بستخدم few little marginal negligible only slight وهكذا. إذا بدي أحكي على الأرقام أو الكلمات أو المصطلحات اللي بتحكي في التشابه إنه القيم قريبة من بعض approximately few differences nearly slightly وهكذا. الآن برضو في موضوع الكوزاليتي الأسباب cause effect، يعني هذا يعني باللغة في بعض الكلمات بتستخدم لوصف العلاقة بين متغيرات مثلا والربط بين السبب والنتيجة. يعني مثلا لو حكينا X produced B، متغير X هو أنتج B، X is originated from B، يعني X نبع أو نشأ بالأساس من B، X is linked to Y، يعني X مرتبط بY. طبعا كل كلمة من هاي الكلمات إلها مدلول، يعني إذا كان مثلا حتى إحنا لازلنا بنحكي على causality السبب، some verbs بتحكي عن strong causal connection، في علاقة cause produce be due to. الآن إذا علاقة يعني أو سبب جزئي be a factor in contribute in، يعني في عوامل أخرى تساهم في الموضوع. إذا factor هو اللي سبب الثاني وبدأ في الثاني وأنشأ العلاقة first cause in a causal chain منقول originated from، يعني نبعت من أو initiated from. الآن في بعض المصطلحات بتدل على إنه علاقة ولكنها ليست علاقة قوية في أضعف درجاتها، link be related to، يعني في بعض الكلمات مستخدمة هذه بدها شوية مراجعة للتكنيكال رايتنج وإيش هي المصطلحات والكلمات والفريزز المستخدمة، هذا يعني موضوع طويل. مثال بسيط الفرق بين a cause و the cause، يعني لما نحكي إنه a cause يعني أحد عوامل وفي عوامل أخرى، the cause إنه هو عبارة عن السبب الوحيد، to be a cause of a result هذا يعني إنه في factors أخرى سببت النتائج بالشراكة معايا أنا مع المتغير X مثلا. بينما لما نقول X is the cause هذا يعني إنه X هو عبارة عن السبب الوحيد لحدوث النتيجة. باختصار عشان يعني to conclude، في عندي نتائج، النتائج بحصل عليها من observations ملاحظات بيانات حللتها، حللت فرضيات، هذه عبارة عن نتائج. في عندي conclusions خلاصات، هاي الخلاصات الموجودة عندي، يعني أول إشي في عندي نتائج وفي عندي خلاصات. عشان أصل لخلاصة من النتائج بعمل عملية discussion اللي هو عبارة عن نتائج، بعمل عملية presentation ببدأ يعني أعمل تحليل للبيانات، إيش الـ possible implications في التحليل تبعي، إيش أنا الديسكشن اللي مستند على هذه النتائج اللي هو data presentation interpretation، بأخرج بالنهاية إلى خلاصات هي عبارة عن الزبدة الأساسية من البحث. ممكن أعمل generalization، يعني العينة تبعتي أعمل drawing conclusion to the whole population، أعمل عملية generalization، أقترح دراسات لأن إذا في عندي جاب معينة أنا ممكن أقترح دراسات أو أسئلة جديدة، ممكن يكون عندي أعمل عملية وضع action plan، يعني آخر شيء ممكن أشتغل عليه كconclusion هو عبارة عن خلاصة في صفحة في صفحتين، خلاصة البحث ككل، إيش هي التبعات الأساسية، إيش هي الصفحة الأساسية اللي استخلصناها من البحث اللي اشتغلنا عليه طول الفترة السابقة. شكرا كثير لكم، يعني نتمنى يكون العرض في هذه الجزئية مهم، على الرغم انه لا يمكن في محاضرة او اكثر انه نجمل
كل ما يتعلق بموضوع الداتا بريزنتيشن والانتربريتيشن، لانه كل مجال من مجالات العلم له عرف معين في التعامل مع البيانات، سواء جمعا او تحليلا او عرضا او تعليقا، وحسب طبيعة البيانات الموجودة مختلفة من باحث لآخر. نتمنى التوفيق للجميع، نلقاكم في لقاء قادم إن شاء الله. شكرا كثير لكم.